سيقوله البطريرك الراعي بعد عودته من فرنسا. نستمع سويا إذن منى لما سيقوله البطريرك الراعي. تفضل سيدنا. أولا أتوجه بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد مشايل سليمان على إفاده صاحب المعالي الوزير سليم كرم، مع الشكر الكبير لك شخصيا ولفخامة الرئيس. كما أود أيضا من مطار بيروت أن أوجه تحية شكر مع إخواني السادة المطارنة وكل الذين رافقونا، وبخاصة من المؤسسة المارونية للانتشار، تحية شكر كبير لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي ولكل المسؤولين الذين كرمونا بشكل ملحوظ. أود أن أقدر كل هذا، شاكرا أيضا حضرة سفير فرنسا في لبنان الذي رافقنا في كل المحطات، وأحييه عبر القائم بالأعمال الحاضر معنا الآن. بالحقيقة أود أن أقول شهادة حق للرئيس الفرنسي الذي بدأ هذه الزيارة بنهج وجدناه في كل الأشخاص الذين التقيناهم، وهذا النهج هو أننا التقينا رئيسا يحب لبنان ويقدر البطريركية المارونية تقديرا كبيرا، رئيسا مسؤولا استقبلنا مع كبار معاونيه ومستشاريه وأمامه ملف وكلمات وأسئلة ما أضفى على الزيارة رونقها. فأدركت مع إخواني السادة المطارنة أننا أمام دولة عظيمة كبيرة سخية منظمة جدية، ما أشعرني أنني بالحقيقة أواصل خطا طويلا من البطاركة العظام الذين منذ الأجيال الوسطى عرفوا كيف ينشئون صداقة بين فرنسا والموارنة، وهي صداقة لم توظف أبدا لصالح الموارنة وحدهم بل كانت لصالح لبنان. شهادة حق أقول أن رأينا في الرئيس النهج الذي رأيناه مع كل الذين التقيناهم هما كبيرا للبنان وهما كبيرا للمسيحيين في بلدان الشرق الأوسط، وقراءة أراد أن نقرأها معا، ما يعني أننا بالحقيقة كنا مع الوفد المرافق في جو لم نعتد عليه من الجدية والمسؤولية والعمق والأسئلة. كان يطرح الأسئلة هو ومعاونوه وكأنهم أهل البيت وينتظرون من البطريرك جوابا في كل الشؤون، الشؤون المسيحية، الشؤون اللبنانية، شؤون المنطقة العربية. وشعرت حقا أنهم ينتظرون ماذا نقول، كيف نقرأ، ما هو رأينا في الأحداث. وكانت قراءاتنا متطابقة كليا، ونحن لم نخفي مخاوف الجميع مما يجري في العالم العربي. هذا الأمر انسحب على كل الذين التقيناهم وأشكرهم هنا، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية، وزير الداخلية، كلهم مع شيوخ ومع وزراء ومع نواب ومع مستشارين أصغوا وسألوا وأعطونا قيمة كبيرة لما يمثل لبنان عندهم والبطريركية. وهذا الأمر انسحب أيضا على الذين التقيناهم فيما بعد أيضا في هذه الزيارة الرسمية عمدة باريس ومعهد
الفرنسي للعلاقات الدولية، وعندما انطلقنا لحج ديني تقوي إلى السيدة لورد التقينا أيضا هناك رئيس بلدية لورد ومحافظ منطقة تارب، وكذلك الأمر في مرسيليا حيث استقبلنا بحفاوة أيضا محافظ مرسيليا ورئيس مجلس بلديتها، وكان حضور فرنسا منظما أمنيا احتفاء تساؤلا تشاورا ما أعطانا قيمة كبيرة، وهو أن ينبغي علينا مثلهم أن نكون جديين، أن نكون أصحاب مسؤولية، أن ننظر إلى الأمور بعمق لا بسطحية، أن لا نكون جماعة انتهاز ولكن أن نكون موضوعيين. أنا لا أقول أي شيء آخر عما سمعته وقرأته، لكن أسفت أن معظمنا ينظر إلى الأمور بسطحية، يتعلق بكلمة ويبني عليها، يبني عليها من كرتون، يبني عليها من سراب، إنما قيل هنا وهنالك من تفسيرات ليست بمحلها لا يتلائم إطلاقا بما كنا فيه في هذه الأيام من جدية ونظر بمسؤولية للأمور. نعم، أدركت المسؤولية مع أخواني السادة المطارنة، وأدركنا أنه لا يمكن إلا أن نقارب الأمور بجدية ومسؤولية. كل هذه الحفاوة التي أظهرتها فرنسا تقتضي منا احتراما لهذا البلد العظيم بتاريخه والعظيم بحفاوته والعظيم بسخائه والعظيم باحترامه، وهذا يدعونا بالحقيقة لأن نواصل خطا مسؤولا معهم، وأن ننظر إلى الأمور بعمق وبجدية كما هم نظروا إليها. نعم، البطريرك ليس شخصا عاديا بالنسبة إليهم، البطريرك يعرفون تماما أنه أمين لتراث ولثوابت أظهرتها البطريركية من جيل إلى جيل، يعرفون أن البطريرك يتكلم بموضوعية من دون أي مصلحة بكل تجرد، ولذلك سألوا وسألوا وسألوا عن أدق الأمور، ولم أكن يوما كما يشاء ربما أحدهم أو بعضهم أن أشتكي على أحد، أن أسود صفحة أحد. أنا أمين للشعار الذي أخذته، شركة ومحبة، أحترم الجميع، أحب الجميع، أريد الخير للجميع، لست رجلا لا شكوى ولا تشكي. هذا عشت مع إخواني السادة المطارنة في هذه الأيام، وكنا في قمة الفرح ولكن أيضا في قمة المسؤولية. تحيتي مجددا لفرنسا، لكل الذين رأيناهم، وللجارية التي التقيناها، لأن الزيارة أيضا اكتسبت وجها رعويا، فالتقينا المطارنا المسؤولين في باريس في لورد في مرسيليا، والتقينا جماعاتنا اللبنانية أحييها، لأن كل الفرنسيين من رئيس الجمهورية إلى المسؤولين والشعب يحترمون الجاليات اللبنانية، يقدرونها ويجمعون على أن اللبنانيين شعب مخلص لفرنسا، محب لمجتمعه ومساهم إسهاما كبيرا في حياة هذه البلاد وطنهم الذي فيه يعيشون بكرامة، وأكبرنا وحدتهم وتضامنهم والتفافهم حول الكنائس وحول الكهنة. بالحقيقة نعود وفي القلب فرح وفي الضمير وعي وفي الإرادة سعي للعمل بنشاط وجدية ومسؤولية، آملا أن نقارب الأمور كلنا في لبنان، أن نقاربها بالجدية المطلوبة وبالمسؤولية كما تعهدنا هذه البلاد الصديقة فرنسا. نحن أحيينا العلاقات معها
علاقات الصداقة مع لبنان، علاقات الصداقة مع البطريركية، وعهدنا نفوسنا أن نكون على مستوى انتظارات الشعوب. أود أن أشكر أيضا المؤسسة المورية للانتشار التي رافقتنا في هذه السفرة، والتي شجعت على تسجيل أبنائنا اللبنانيين المنتشرين، كما أشكر كل الإعلاميين والإعلاميات والمؤسسات الإعلامية التي تمثلت معنا. تحيتي لهم شكر، ولكن تحيتي لهم أن يكونوا دوما موضوعيين وأن ينقلوا الأمور بكاملها، وألا يجتزئوا كما فعل ذاك عندما قرأ لا إله ولم يكفي القراءة قال الجاهل في قلبه. تحيتي للإعلام، أنبياء هذا الجيل، لكن مأخذي عليهم أنهم يجتزئون الأمور ولا يقولونها بكاملها، ومأخذي على القراء في معظمهم أو في أقلهم أو بعضهم أنهم يكتفون بالعنوان ولا يقرؤون الباقي. في فرنسا كانت لنا شهادة من هذا الشعب العظيم والرئيس ومعاونيه أنه شعب جدي مسؤول عميق. سيدنا سؤال شكرا واحد لكم. سؤال ولا واحد مجال ولا مجال للأسئلة لكي نبقى على المستوى من الترفع. إذن استمعنا إلى كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فودع